يا اهلا بالمتابعين الكرام مرة اخرى في قناتكم كوكب الفن. اتمنى من الجميع ان يتفاعل مع هذه القناة، لقد اقتربنا من 500,000 مشترك، وبدعمكم سنصل لهذا الرقم وسنحتفل معا ان شاء الله. وكذلك انتم قادرون على ايصال هذه القناة الى 1,000,000 مشترك، وايضا التفاعل مع الفيديوهات. كما اطلب من كل المتابعين الذين يشاهدون كل الحلقات ان يضغطون على زر الاعجاب، لان الضغط على هذا الزر يحفزنا كثيرا وايضا يرقى بالقناة والفيديو نحو الافضل. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع تفاصيل هذه الحلقة المليئة بالأحداث الحصرية. رسميا مخرج مسلسل لعبة الحبار يؤكد عن وجود جزء ثاني. أكثر من 100,000,000 شخص حول العالم شاهدوا مسلسل لعبة الحبار في شهره الأول، والذي اعتبرته نتفليكس من أقوى وأكثر مسلسلاتها مشاهدة وتفاعلا. والآن تم تأكيد على أن المسلسل سيكون له موسم ثاني على نتفليكس، وهو أمر غير شائع دائما في عروض كوريا الجنوبية. الكاتب والمخرج هوانغ دونغ هيوك أكد رسميا وجود موسم ثاني في مقابلته مع أسوشيتد بريس، وتحدث خلال المقابلة عن الأفكار المحتملة للموسم الثاني من لعبة سكويد جيم، مؤكدا أن العرض سيعود مع المزيد من المغامرات. وقال: كان هناك الكثير من الضغط، الكثير من الطلب، والكثير من الحب للموسم الثاني. وتابع: وأقول إنه سيكون هناك بالفعل موسم ثاني، إنه في رأس الآن، أنا في عملية التخطيط حاليا، لكنني أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد متى وكيف سيحدث ذلك، لذلك سأعيدكم بهذا، سيعود جي هون وسيفعل شيئا للعالم. يدور مسلسل لعبة الحبار حول مجموعة متسابقين يلعبون لعبة قاتلة مستوحاة من لعب الأطفال للفوز بجائزة نقدية كبيرة تساوي 38.7 مليون دولار أمريكي. وانتهى الموسم الأول بقرار من الفائز في المسابقة بالتدخل في إيقاف المنافسات التي يعاقب الخاسر فيها بالموت. وينتظر الجمهور معرفة ماذا سيفعل في مواجهة المنظمين المدعومين من أصحاب نفوذ. بعد نجاح العملية على القلب، أول ظهور للفنان عبد الله فركوس. ظهر الفنان المغربي عبد الله فركوس في صحة جيدة بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب تكللت بالنجاح، وطمأن الفنان محبيه بتوثيق شريط مصور له داخل غرفة المسح التي يرقد بها. يذكر أن الفنان خضع لعملية جراحية على مستوى القلب بأحد المسحات الخاصة بمدينة مراكش. وأخيرا وبالفيديو، سكينة غلامور تعترف. وجهت سكينة غلامور يومه الأحد 7 نوفمبر 2021 اعتذارها للمغاربة بسبب الأخطاء التي ارتكبتها والتي أدت إلى حبسها لسنتين في قضية حمزة مومبيبي. وقالت سكينة غلامور في بث مباشر عبر حسابها على الإنستغرام: نعم، لقد ارتكبت العديد من الأخطاء، وأطلب من المغاربة أن يسامحوني، لأنني وضعت نفسي في أمور خاطئة مع الأشخاص الخطأ في الوقت الخطأ. وتابعت كلامها: أنا لست ملاكا، وقاموا باعتقالي بدون أي مبرر، بل كنت أرتكب العديد من الأخطاء التي حصلت بسببها على عقوبة حبسية مدتها سنتين. وكشفت سكينة أنها حرمت من رؤية ابنتها طوال تلك المدة، وكانت لا تجد مبررات تقولها لابنتها التي دائما ما كانت تسألها لماذا لم تعد تسافر لرؤيتها أو تتصل بها. وقالت سكينة غلامور إنها كانت تتواصل مع حساب حمزة مومبيبي، ولكنها لم تكن هي صاحبة الحساب، مؤكدة أنها لا تمتلك كلمة السر الخاصة بها. واعترفت غلامور أن تصريحاتها هي التي كانت سببا في إثبات التهم عليها، حيث قالت خلال إحدى المناسبات إنها تعرف حمزة مومبيبي، وهذا التصريح تم استخدامه ضدها في المحكمة. وأكدت سكينة غلامور أن هدفها من تلك التصريحات كان هو خلق البوز فقط، ولم تكن تعلم أنها ستتحول لسبب في حبسها. يذكر أن سكينة غلامور قد غادرت أسوار السجن لوداية بمراكش صباح يوم الخميس 14 من أكتوبر 2021 بعد عقوبة حبسية دامت لسنتين إثر تورطها في قضية حمزة مومبيبي. خولة غيث بطلة مسلسل سلامات أبو البنات تثير الجدل في مصر، وهذا هو السبب.
أثارت الممثلة المغربية خولة غيات الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح وصف بالغريب والصادم أدلت به خلال حلولها ضيفة يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 ببرنامج نص الكلام الذي يعرض على قناة النهار المصرية. وردت غيات على مقدمة البرنامج رغدة شلهوب بخصوص ردة فعلها إن قام شريك حياتها بخيانتها قائلة: لو علمت أن شريك حياتي خانني فسأسامحه لأنني أحبه ولن أجعله يعرف أنني اكتشفت خيانته لي. وتابعت: يمكن أن أنفصل عن حبيبي أو زوجي لأنه تغير، لا لأنه خانني، لأن الحب الحقيقي هو أن تحب الشخص أكثر من نفسك، فإذا كان يحبني بنفس درجة حبه لي في بداية علاقتنا، في هذه الحالة موضوع الخيانة لا يهمني. وتسببت تصريحات خولة غيات في إثارة موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمغرب، حيث اعتبر البعض تصريحاتها غريبة وفيها انتقاص من كرامتها كزوجة. وهاجم بعض المغاربة خولة غيات معتبرين أن ما قالته في هذا البرنامج المصري يسيء لصورة المرأة المغربية. الفنان المصري هاني شاكر يوقف حسن شاكوش نهائيا عن الغناء. أعلن نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر إيقاف فنان المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء وسحب ترخيصه نهائيا ودون رجعة لما فعله من عمل غير أخلاقي. وسبق أن خدع المغنيان الشعبيان المصريان رضا البحراوي وحسن شاكوش لجلسة تحقيق داخل نقابة المهن الموسيقية على خلفية تراشق بالألفاظ بعد حفل جمع الثنائي معنا. وقال الفنان هاني شاكر خلال لقائه ببرنامج إيتي بالعربي: إن ما فعله شاكوش شيء خطير، إنه يؤدي الغناء بكلمات غير أخلاقية، الفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء. ورغم صدور قرار بسحب تراخيص وتصاريح الغناء لفنان المهرجانات حسن شاكوش من نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، إلا أنه كانت هناك محاولات مستمرة من شاكوش للعودة من جديد للنقابة والغناء، خاصة أنه أصبح غير مسموح له بمسك ميكروفون أو الصعود على خشبة المسرح والغناء. وحسب المتداول في وسائل إعلام مصرية، فإن حسن شاكوش أجرى أكثر من اتصال بعدد من مجلس أعضاء نقابة المهن الموسيقية الذين كانوا متعاطفين معها وضد قرار سحب التصريح الخاص بها، وعلى إثره حاولوا التحدث مع هاني شاكر لإلغاء سحب التصريح إلى نهاية العام الجاري وإعادة حسن شاكوش له بداية من العام المقبل. إلا أن هاني شاكر رفض تماما عودته طوال فترة ترأسه لمجلس النقابة، خاصة أنه يرى بأن حسن شاكوش أخطأ بشكل جسيم في حق عازفي الإيقاع حينما سخر منهم في حفله الأخير قائلا عنهم: لو رب البيس طبال بنته بتطلع رقاصة. ومنذ تلك الواقعة بات حسن شاكوش يحاول الاعتذار لهاني شاكر وللموسيقيين وعازفي الإيقاع، إلا أن الفرقة الأخيرة من الإيقاعيين رفضوا تماما فكرة الاعتذار وهددوا أنه في حال عودته مرة أخرى للغناء سيقومون بعمل اعتصام في النقابة لكون حقهم أصبح مهدورا. انفصال فهرية أفجان عن زوجها بوراك أوزجيفيت، تعرفوا على التفاصيل. نفت الفنانة التركية فهرية أفجان بطريقة غير مباشرة الاثنين 8 نوفمبر 2021 الأخبار المتداولة عن طلاقها من زوجها الفنان بوراك أوزجيفيت. ونشرت فهرية عبر حسابها على الانستغرام صورة عائلية تجمعها بزوجها وابنها لتكذب الأخبار المتداولة عن انفصالها عن بوراك. وعلقت فهرية على الصورة التي ظهرت فيها وهي تتناول وجبة الإفطار في الهواء الطلق رفقة زوجها وطفلها قائلة: بدأت يومي مع نصفي وقلبي، أحبكما. وخلقت هذه الصورة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض أنها قديمة، فيما رجح البعض الآخر أن تكون فهرية وراء صدور إشاعة طلاقها حتى تروج لمسلسلها الجديد. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، ولا تنسونا بالدعم وإيصال القناة إلى 500,000 مشترك، وأيضا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب حتى ترقى القناة نحو الأفضل. أحبكم في الله، إلى اللقاء.